أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين كنا هجرنا بلوغ تفسير القرآن الكريم وعمرك إن سوق عظمي وأن أغهر مهني مقدمة لأن سميه إني وكهر رئيسي قرآن كتفسير كيسا لبع الشرع وكهر الله فضائل القرآن أيان سوق عظمي هذا نوح هوي عشر كين استدحاد إذن فضائل القرآن أيان وهم للدونة هدي ألي لهدو وبعدنا وحاوي وحاو بد الدونة إن شاء الله تعالى غيرها كلا كذا ما رفيا فضيلة العلم والعلماء وأنو أيضا أنو قسم أي دونة نور عسر أنو قسم أي دونة كبعدنا وحاوي وحاو في بد الدونة هدي ألي لهدو طبقات المفكرين في عصر الصحابة والتابعين كبعدنا إن شاء الله تعالى وحيا ربنا وقرآن كتعلق خلقنا أيام في قلد ونا وبعدين أيام هذا مركة أستاذ بي إله إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة أيام في قلد ونا وعن هذا السوق هذا نعم قرآن كأول الله حسديو وكي حلاتي سالقاته وهي او حلله لغه ما رسي حلال يشو وهي او حرمنه لا يستحرمه وحمرك اسيل وقلنا قنا ايه وعن اصدق عدلنا حديث ترمذي اولي هاي او عدنا وحاوية اللغة وليي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونلغته وليي رسول عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن واستذهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبد له نار. وهذا رسول عليه الصلاة والسلام وفق القرآن كأخي أيضاً من قرأ القرآن قرآن كالروح أخي واستذهره قرآن كحفظية معناه واستذهره حوي حفظه عن ظهر قلبه بص عيو قرآن كصبرتي قرآن كحزر جيسنه وحوين إنه قفة ليه وعنه قصة هذا مي ما رفيا عشر لي إنه ظهر ليه وفضاء القرآن كعشر فكر بارك القرآن كأو حزر ليه فأحل حلاله حلاشي سحل الشه ووجه القرآن كأو حلاله كحلاليه وحرم حرامه وحرم كيسا نوعه القرآن كحرمه استحرمه هذا مركة حديثة وحكيبة دمينيسة قرآن كأول حفظيه بمجرد اللفظ بدون مركة سائلون تفسير كيسة لأقوني إنا نفائي لديه ساسو برنان فائلة وعلى هذا يا جاب لكن وحكيبة فائلة برن إلا القرآن شو حوالي وحا أوقاح حفم عيو هي وحا أوقوح حالين عيو وحا أوقفر عيو وحا أوكار هيبا إلا قرنش ايه ليه بهايه بلك هذا تفسير كوهاد كفاه ميسا قرآن كوحا اويهي ايه كفاه ميسا هذا اذن تفسير كأذن اقوني هذا واحا ويه قرآن في مجرد كيسا اون عد حزيسانه وها مركا سن نقطان وخاق جريسا انا اقوان ستوحا قرآن كويه رسول قبول عليه السلام فأحل حلاله وهي حلاشي فأحلشه وحرم حرامه وهي قرآن كوكحر مرء استحرم أدخله الله به الجنة إلهي سبحانه وتعالى جمد أيكو جلنيا قرآن كاتو أولي وأخيي على ظهر القلب أو مكاسي كو أخيي أو دشأ وكيغانو هذه قرآن كدشأ كتغانو
إن الدوشة كريهة أرسام أهانه قريب القرآن كحافظ كؤال إن الكتاب كان كأهم سموت حتى عيات خير بدل لكن حفظ القرآن كله لابد ولي وإن القرآن كحاللها يحلش وإن القرآن كحرمها يستحرمها إلهي سبحانه وتعالى أنت أصاب قيادة أيها جنب ألا تبجل أو درسوك عليه الصلاة والسلام وتطلعه وهو نولة في أكبرية في عشرة من أهل البيت فوضع أهل البيت كيسا إنه ما رفيا أشفيا أيها إلهي سبحانه وتعالى أشفيا أكبرية وعوية فوضع أهل البيت كيسا أي أشفيا أيها درسوك عليه الصلاة والسلام كلهم وجبت له نار لما أنت أنه حوية نار أيها جبتك وحي الله مركزه هوي اي جلان نار مركزه اي كو اي جبتسمي لجهد الطبانك كان وحكبر نام ليلبر انصار وراريو وهل ليه وهو ما شفعه الله في اكثر انت اصبر الياه سبحانه وتعالى انه هو شفيعه اي امرك اصابح سري معايرة فان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فضل الله سبحانه وتعالى يجيس اي قدره الله نقفك أو دراء يوفينا يا وحان اللي أجيهي درجة أو شفاعه أعلى درجة في القيامة إيسا شفاعه وحلو شفاعه درجة أو غفه إيسا قيامه معايا روحي الكتبين إيسا لجلالتها على علو المكانة قفك أن شفاعه المكانة إيسا درجة إيسا 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 أي كتبين إيسا وقتين نبو عليه السلام حديث صحيح أو رهي وحي شفيعي انبياء عيوده هاي ورمضة ايها شفيعي شهداء ايها شفيعي مركة قفك الشفيعي ياهو وقف ايها يبدل الجديس ايوه ثلاثة ايها مركة قرآن تي ايه اخرين تيسي ايه حفلين تيسي ايه عمل فالتيسي فايجاد اسويني كبغنة قرآن لسوه طولد سرعية شغلات وعن مكة يسوق عبنينا حديث اصغر اللي قول ابي امامة قول رسولك عليه الصلاة والسلام اصغر حديث الترمذي عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولها رسولك عليه الصلاة والسلام ما اذن الله لعبد في شيء افضل من هجعتين يصليهما وان البر ليدر على هأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه وعلى رسولك عليه الصلاه والسلام ما اذن الله لعبد معناها ما اذن الله ذو حويه الهي سبحانه وتعالى كم هذه المقومين او ما هذه المقومين اذن في شيء شيء او صمير او افضل تطلبا من رجعتين الى مهر العضوض او يصليهما او دكانه لماذا عرض أؤو الدكان أيه وحيابه إله سبحانه وتعالى قدوم كيسة وهو ذهب على المغروحة وطبع قبضان أيه مده وإن البر برق أيه إحسانك ليذر على هأس العبد قدوم كمد كيسة يالو وشبايا ما دام في ثلاثي ثلاثيس إنتو دائم شيء وقفك مركو صعب وكجر إله سبحانه وتعالى بر كيسة أياك وشب معايا صلاة أنت أخذره ما دام العبد في صلاة وي فالإحسان نازل عليه وي إحسان في إلهي سبحانه وتعالى أي أقول كيف تدعى أخذره مرك هذا محل شاهد كقيت حديث أوضا بيتين قنيسا وقال رسولك أدنى وما تقرب العباد إلى الله أدوى منكم مدى وادان أو الله أمدى وادان بمثل ما خرج منه إذا الله كصوب حي وحمص الخورة وما تقرب العباد أضمنك أمد أوادان إلى الله إلهي بالنسبة لما سي وحل مرة خرج منه فصابه معنى يعني القرآن والجيدة ووح إلهي له أواده وح مكاتي هو خير كبرانه وهو خلق كبرانه ووح الله حديث كيدي حديث روايات كلاو حيدي إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه وهو القرآن أذنكو الله أبو من نقونا إسلام وحكى فضل البرموذي أسلاك صوبها مالك هذا القرآن وحى إلهي سبحانه وتعالى لوجود واله أو إلهي سنهي سلوهله وحى أبو فضل البرنه أي مالك أسويها وحى أسلاك فضل يسوكرا لأرسمها
وأنا فوق هذا هنا حديث عبد الله بن عباس لروي عبد الله وحوله قال فجر يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المستحل. قال وما الحال المستحل؟ قال الذي يرجو من أول القرآن إلى آخره كلما حضر استحرى. قال لي من أيا رسولك عليه الصلاة والسلام وكيري إلهي رسولك فيه أي العمل أحب إلى الله؟ عمل إلهي حجيث كيلو جعل بريها عمل الله سمايه إلهي أسيس كيلو جعل بريه. مرجع صوره رسولك عليه الصلاة والسلام الحال المستحيل وطهي عمل الحال المستحيل مثل هران عليه او دنو حوية الدقاية عمل كيسة ايا الله اللي وجعين بريها الحال مثل الدقاية المستحيل او هران عليه مرجع هذا اري داس اري كوبان وي وفهم وي مرجع سوهوري وما الحال المستحيل لو يا رسولك او رسول الله مثل دجاي او هرناي هذا الدجاي يا هردو حاجه فغان كمركاسي او عادي هو لي وقان وقف سفر او جاليس في سوطه ميل مركاسي له كدجا او غا سجوغا كبعد كتجاي مر والبن كودجا في سقنا يا سفر كدجا كذا لو يقانو لكن ابو عليه الصلاه والسلام وحكى رايه وخوضا وهو وحاس وهو كمي سالنا أي نبو خورة عليه السلام هذا معنى حال المستحل إذا عاجب هو رقم كوالا يقيني مكاثورة رسولك عليه السلام مركو ويجيه وحوال حال المستحل الذي يغذب من أول القرآن إلى آخره كلما حل استحرى وحوال رسولك عليه السلام مثل قرآن كأول كيسة كصفر إلى قرآن كآخر كيسة وكجهر كلما إذا مرحل ودغان إرتحل وهرانيا معنى وحال الأولى كلما أسمى القرآن ما في قرآن أو دمائي قرآن كمثلا بسورة الفاتحة في صوت الله سورة رب الناس أيو دمي وكل أبانيا لتلاوة من أوله أول شيء في نوع دمائي في صوت الله لكن مروى البوحة وهي قرآن كات أيوكو لحتفها قرآن كالتوك الاحترام مروى البقراء هذا قرآن كيكوت هذا قرآن كمرنا فارس ماي عمل كمرك إلهي حديث اللي وجه عيل بريها يا سلام صحنا قرآن كالت إلهي أكو لحجسه قوت كراء أليسة برشاليسة وحوى البقر كو لحجسه وحيكون نقونا إسا حاله المستحلة نقونا إسا بك وحالة الوضع فالقرآن أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى نبيه سبحانه وتعالى بعد الفرائض التي افترى الله عليه قال له هذا القرآن عبادة مدة وفل جنب غنوي هو أدونك ربي سأبه دواله فرائض شبع بيه هو إلهي أفق وفر لها إمام أحمد بن حنبل عياه وحاله بشاري ربي جيس أيوم منامك أكاليه إلهي سبحانه وتعالى أيوه يقوأك إمام أحمد دور كير أيوه الله يقوأك مركزه هو داي والله إن رأيته مرة أخرى لأسألنه أي شيء أي شيء يقرب العبد إلى هدي وهذا إمام أحمد مرسل أن تهدان إلهي هو يقعك وعن كدت آلايا أرضهم كوحى أهدي سؤول دوانا مركزه إلهي هو يقعك مركزه غير إمام أحمد يا ربي بأي شيء يتقرب العبد إليه ربي يا يوم شيء جابه أرضهم كوحى سؤول دوانا أبدونك شيء أفوسه دوانعي أو أبتها لسهي أو أو خرج من وحي الوجود وارد وافي مركزه الله وحوده بتلاوة كلامي يا أحمد عبارة كلام كيف قال أخري أحمد فاس أيا مركز أبدونك يبسو دوانعي إذا أحمد مركزه وحوده فهم المعنى أم لم يفهم يا رب معناه إنه فهمتيها إنه كان فهمتني كيف تلقاه معناه وقوله أبطان وعوية قرآن كلام كاجة مكو سودة وانية أديئ معناه فهمتني إيهد وسن فهمتني ويبا هذا عناك دسكينا أجمته وعلى ريها وقرآن كواس كوابرنا للو قضيه ماهن إلا أن نفهم لنا إعشق لكن رفضي عنا خان مركزه هو داي ألي
فهم المعنى او لم يفهموا به معناه. هل فهموا اما يوسف فهمني مرهد دي وحوية كلام كي لو اخينا ايو وهو يدواله وهو خير سبضان ويه لك هذا اهلين ده سبحان الله قال لها دين علمته قفوا دو قرآن او اخينا ايو حتى هدو سمع ان هي تفهمني الهي سبحانه وتعالى واتأجب فينا ايه. لكن هذا معناه او لا فهمه او معنيه لا تدبره ايو وهو قرآن معنيه سيلقف كيرا ايو هي ايضا معنيه اللي اقول اسكو مدن قمش وقال فضل برانتا هذا قرآن معنيه سأتكفيته وتبصير كيس أتقانه وتدبره يا هذا لك أقول اسكو مدن قمش هذا قرآن معنيه سأتقرم ايسو وهو يصليره زيادة ايسي هريسا لكن قلت هذا معنيه لأن كسيني أصبنا وهو هريا وهو كمين نقول ما كان سحاله المستحيل هو كمين نقول يعني. هذا هو هذا سواق علينا إن حديث ده هو الذي هو حارس الأعور أثناء حديث الترمذي حارس الأعور كان وهو هاي من تابعي هو هاي ما كان ظهور هاي مررت في المسجد فإذا الناس يقولون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد قالوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قتله الله ومن ابتغى الهدى في غيره أمله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقلي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم قلها إليك يا عور. حديث كان حديث عجيب وايد ولو هذا المدى سنة شيء سحولا غريب لما هكذا إيه وحاو داي حارس وعور مسجد سعيان صور مري مسجد رسول الله وي أما حديث مسجد خوف إنه يا لا سادة مسجد كان لا مسجد الله معكسيه ومسجد رسول الله مركز دبكي وحاء الثوراي او دبارانايا او قشي خيسانايا احاديث ايالا نحقلي احاديث ايالا مركز او حوي لو نحقلي لو برانايا هو ليس قشي خيسانايا. فدخلت على علي رضي الله عنه اذ على ايا اقل يوم اهما وقت مركز اذ على ايه مجلس ايه خيسانا مركز اي هذي فقال هذا يقول يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد قالوا في الأحاديث سو أركمي في ضدك إلى الضباشين أحاديث وحاديث ما رأي هذا الله وخذي والله غشع في تناي قد أزوثي علي وحول هؤلاء وقد فعلوها والمثلة كيف لين أتوى مركز الاستفهام كالغاية خطرها وهي الخول في الأحاديث أحاديث من الضباشين وما أحاديث كريه حوق تارين قلت وحانا يقول نعمها قال مكاس حولي أما هوي أرأيك لأنت إني أنه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ على حوض أنه رسولك إلهي أن مغلق إستوى رأي ألا إنها ستكون فتنة ألا هوي برارغي إنها قصر ستكون فتنة فتنة أهدون وأني بعد جيلة كتن عيا بعدون تأخذ زمان وفتن هذا ما رأيها توجب في هذا ما رأيها كاغر. فقلت مركز هذا يوري ما المخرج منها يا رسول الله إذ على مركز هذا يوري فقول الله حقي الله ربحها يا في النظر وفي النظر صديد عبد ليس الله ربح فكر واحد فيه مركز هذا يوري كتاب الله إلهي كتاب كيسا يا الله ربح صنعي كتاب كيس إلهي قف كفاعة وصدقوا إلهي أهاعة سيدي ما رأيها طريقة سلف الصالح أراعة علماء الإسلام كأول سيدي وسيدي أقرصرين تفسيرك ما رأيها أقرصرة
أيها مكة أساس النظر صبح صنعي معالي لفيه وحاقصت لنوره رسوله في صاف القرآن نبأ ما كان قبلكم ضدك إلي شهري أخبرتوه نبأ ما كان قبلكم وحي إلي شهري أخبرتوه يا فصول ضدك لي حكامها وخبروا ما بعدكم وحي إلي خدم لي خبر كوضع يا فصول وحي إلي خدم لي خبر كوضع يا فصول ومعاه وهوي فيه أخبار السالفين تصدر أخبار كل عياق صغن وكثير من علامات الساعة هي واحدة من علامات الساعة أو مرمضون هي الدار بدأ قرآن أو مغرب كثير بحيث أحوال القيام هي أهواتي بعياق قرآن في الليه الآية وحكم ما بينكم عياق صغن لحدي نحو كأهاي أو اصبحكم من هذين قرآن في أيوك جراء هو الفصل ومثل البحناي حق يا حلال يا مارسيا حق يا بادر وكان بحناي يا حلال يا حرام هو الفصل ومثل الساراي وحكس مثكس مثل وحكس مثل الساراي وي قران ليس بالهزل قران خدي ديل ما قران خدي ديل ما والله سبحانه وتعالى قران خدي كور انا صاف واي رسول الله سبحانه وتعالى وما هو بالهزل وتوب إله إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقول أمكاسي وحكت سكر سارة في ديلنا معها ليس بالهزل أيضا وراك حيار حرمة والفصل أي الحكم الفارغ بين الهدى والضلال وهو يحوم كالسارة تنوم كأي بعيدة كالسارة من تركه روح كتبه هو من جبار جبارة وفي جبارة وهو حوالي ذلك الجبار بردة هو حقحرة هي قرآن كعمل فرقية كتبه قرآن كوحوالي قوله وعمل كالجبار لمكين منه فتمه الله إلهي سبحانه وتعالى إياد دولينا إلهي باه لاجع سبحانه وتعالى قرآن كالقف كتبه إلهي باه دولينا ومن ابتغى الهدى هلون قف كتبه في غيره قرآن غير كتبه لا القرآن قرآن في إلهي يكتب لا رسل أيها نون فهدين إياه وأتدى الليه وحبالها نون إياه وحبالها صمعين إياه إياه وحيا بقوا باطلة وهم كتاب في إلهي سنوضى نبل عنهين إياه وحلوها نون إليه قال له الله إلهي أبعديه وده رسوله عليه السلام قرآن سمعين عنهين قفتها نون كرهيسة إلهي بالله من إياه وهو حبل الله المكين قرآن هو حرج إلهي وأسخيوه حرج إلهي وأبسوه وهو ذكر الحكيم والإله سبحانه وتعالى ذكر جيس وحكيم كم كرالة صدوه وهو الصراط المستقيم وطريق إلهي أوتوصنا القرآن وهو الصراط المستقيم وطريق إلهي أوتوصنا القرآن وذب إلهي أوتوصنا القرآن كافيك الجسد هو الذي هو مدفو دعينه عليه السلام لا تزيغ به الأهواء هو ذو إسرائي لني فهو هو يهوى وهو ما إيركته لا تميل عن الحق وي هذا كما إيركته باتباعه ما دامت أو هو ما كافي أو ما دامت تتبعه وي قرانك وهو حقه ما كان أفتقها عيسه هو كما إيركته وي لا تزيغ به الأواو هو ما إيركته قران ولا تلتبس به الألسن ألسنة لغون كنكم الدرميانو كلام البشر معه قرآن معنى الله يختلف به غير في سكومة دينه أو قرآن كأوسبه أو حد يبادر كأسكودر معه والقرآن هو محفوظ إلى عيد إلهي لو إلهي أو قرآن كأوحي مدري كرمجرته ولا تلتبث به الألسنة الاستنوين كأمبال لقوينك قرآن كمركة سكومة دينه مكران وأطول أهل سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون أنا يا قرآن تديكني أنا يا إلى علينا نواصل على سبحانه وتعالى ولا يسبع منه العلماء يونه رسولك عليه السلام علماء من القرآن كانت كما تلك أيها قرآن كان وهوي مركز معنى أصب أيها تاقب الله معي لقدر جماعي معنه معي لوحي علماء هذا القرآن بحر عميق لا ينتهى قعره قرآن هو بطء مالعه وأنظم سيرا مجرد يدى لجهر الله
مرول بو حوي والوصيص عنيا مرول بروح الطبع يالك رسوم يا قرآن كاسو حوي ومعجز واي وحيالها كالوها كد وليهي وقرآن كأسكا وحوي معنهيسو مرول بو وصيص عنيا وحيالها كالتو حالي هذا معنه بني اسككو بناده ولا يخلق على كثرة الردي قرآن كبرتا يسكم باريو باري العلل هو العلش معناها مع كثرة تلاوتي وتجاري لا يبتدروي ولا تستأمه النفوس قرآن كان وعويل هديل قوع العلش مثلا بآياتك العلش السورة لك العلش مروى البوحة وي أجي كتيري سيدي وفوص عنايا إيه ميسا مدى أن أخليه ميسا كمان أخلينا هو حيالها داي معها ما أنت عدادها هوية ثم النظر أتو عليك وثم النظر أبليه أما سورة الإخلاص أخيصه وعويل ولقى هذا الأخيس أجلس وفوس عنايا ولا تنقضي عجائبه ورسولك عليه الصلاة والسلام قرآنك عجائتيسنا وحب الأئمة عجب العجب وهي قرآنك وحولي وحا عجائتيسا وخوة همه وحدا ماها ماها هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا قرآنك وحولي متى جنه أي قالوا أيين مركي أي مغلان إلهي كير هذان إنا سمعنا قرآنا عجبا أنا روحان مغني قرآن عجبه الله لا يابو يهدي إلى رشد سلا صواب كان قد تفهم الله قاس إيه لهذه وقرآن سوى هوي وحق دايام مر هوي ومركا سوى مال أو قد ما هاي ومعنيه سوى قد ما هاي ما هوي من قال به سادة قوله رسوله قفت قرآن خاص شهده وقفتون شهده ومن عمل به قفك عمل فلاني وجل والد أجل سينيا ومن حكم به قفك وحكمينا عدل وعدالة فلاني قرآن كاس قفك وحكمية هي عدالة سمية عدالة عن قرآن كاس إلهي هي مجلسة كتابك الله إيه سنة نبي عليه السلام وصيف السريكة عدالة عن أهين مجلسة وهي وحكة لعدالة تبارية راد البيت شيئا ومن دعا إليه قفك أولي لقرآن كان قفك أولي رمي هدية والهلولين يا إلى الصراط المستقيم طريق توصن أي الوهم يا خذها قال أيضا مركا سيد علي يا أعور خذها إليك يا أعور قفت أيضا أعور إن كان مركا ساوها ولي لغب كيس أو أعور هاي معنى خذها هذه المواعظ مواعظة قال حديث كان داوي ونبو عليه السلام سيد علي أخوري يا حكمه كان بالغة ارجع بها والله أبوي معك أيها الأعور وي ثلاث أيها مركز سيد عليها ورانك مركز ثلاث أيها مركز ويها وهو عجائب لي ماك هذا أنا سوق أعظمنا هل حديث أنا سوق أعظمنا هو مركز في إمام البغوي كتاب كيسا مصابيح اللي لا لأكوني مركز حديث كان مركز إثناء مركز في حديث علي سيد علي وي ونبو أخوله وحوقها إن الله تعالى وأنا حديث لغوتي قراءة طه وياسين إلهي سبحانه وتعالى هو أخي سورة طه هي سورة ياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض إن توصن أبو للسماوات أهرب طهر بألف عام كن سمر وكلام الله القديم وحلو ليها كلام إلهي القديم كهي حديث كان أخوة عبيني إن الله تعالى إلهي أنا أقول أخي طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض سماوات أرض أنت وصل أبو الكهر بألف عام من سنة فلما سمعت الملائكة ملائكة ما هي المغشي القرآن قرآن كأي المغشي وإله الإيكاد يسسي أيا وعي كري بوضع لأمة ينزل هذا عليها ليه أيا قصونا إلى خير ومضع ومكاس مدى المسود كان الود جدون ومضى قرآن كان سعر الود جدون أيا بوضع أطونا سيدها بوضع وحاسر ليلا والجيد جمال قصال وقفت مركز حاسبك ودابد صار خلص كذا وقفت أناي وقلت أنا أونا في الزب كريم وعنا قصرا من كل السمرات ثمانية رقمان صور ساكنة رقمان صور وعنا قصرا خير فربضا دوبا خير فربضا أيا لأمة أمة قصر ناسي أي مرائز كري ينزل هذا مثل أن أفدل دور عليها قصر ودوبا
خير أيا أصلنا لي لأجواس جوفيا له تحمل هذا مثل حنبار دون هو أول الناس حبت القرآن كان وحن بارد دوننا دسك وحن بارد دون ديب أصلنا لي وضوبة لألسنة تتكلم بهذا ديب أيا أصلنا لي لسان يال أو كهبل دون القرآن كان بس القرآن كو سلا أيا مارك يا وخير بديه أو أن السوق خود كريم تقدر هذا قدام هذا وحوي وح أنا بالعادة وأنا إن شاء الله تعالى ونقص عن تفسير القرآن الكريم فهاي أتلع يا وح البلد بهري دونا مرك إن شاء الله تعالى ترتدي استدحاد وصلاة القرآن مستوق عظمي إبدا سعيد وبإجهي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.